الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما يحبه هو ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من الحقائق الغيبية العظمى التي أكد عليها القرآن بإلحاح شديد حقيقة البعث والنشور وحقيقة اليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر فليس معنيا بهذا الموضوع أصلا، كذلك الذي يؤمن بالله ولكن لا يؤمن باليوم الآخر فهذه الحقيقة لا تعنيه في شيء. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالديانات السماوية وخاصة دين الإسلام، فالمؤمن المسلم في إطار هذا الدين يعتقد اعتقادا جازما أن مرده إلى الله، منه وإليه. وقد تكون هذه الحقيقة مقلقة للمؤمن، لأنه لا يدري ما يفعل به يوم القيامة، فقد يسطو عليه الخوف إلى حد اليأس، وقد يتجاهل أصلا هذا الموضوع عنوة حتى لا تتكدر عليه دنيا. والناس بمعنى المؤمنون المسلمون علاقتهم مع اليوم الآخر مختلفة على قدر إيمانهم بالله وإيمانهم بهذا اليوم العظيم. وكل صلاة يصليها المؤمن يتذكر فيها هذا اليوم العظيم، مالك يوم الدين، وإن الدين لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إنما توعدون لواقع. هذا أمر سيقع. فالمؤمن يقينا يصدق بهذه الحقيقة، وإلا خرج عن إطار الإسلام. إذن حياة المؤمن ينظمها تقريبا هذا الاعتقاد، يعيش في هذه الدنيا مستعدا لحكم ليس فيه استئناف، إما جنة وإما نار، إما غضب من الله وإما رضوان منه أكبر. وهذا في الحقيقة، هذا الاعتقاد هو الذي له أثر في السلوك مباشر. قد يؤمن الإنسان بالله ويعبث في الدنيا كما يشاء، قد يؤمن برسول الله ويفعل في حياته ما يريد، ويؤمن بالملائكة ولا أثر لهذا الإيمان في سلوكه، لكن الإيمان باليوم الآخر له أثر مباشر على ضمير المؤمن في الدنيا، بحيث
يكون المطلوب منه أن يحول دنياك مزرعة للآخرة. تزرع في الدنيا لتحصد وتقطف الثمار في الآخرة، إن كانت حلوة فحلوة وإن كانت مرة فمرة. كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا اليوم قد يكون مزعجا مقلقا، ولكن في نفس الوقت قد يبعث بالتفاؤل، بحيث يعتبر المؤمن أن حياته لا تنتهي بالموت، وأن الموت ليست عدما، وأنه خلق للخلود، بحيث تصبح علاقته أو على تصبح علاقته مع الحياة لا تقتصر على عالم الشهادة ولا عالم الدنيا، بل تكون نظرته تقريبا نظرة خالدية للوجود. وليطمئن الله عباده ذكر في القرآن أن السير إلى هذا اليوم الآخر أو الطير أو الطيران يكون بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. هكذا يسير المؤمن إلى الله، ولكنه خوف ممزوج بالمحبة والرجاء، لأن الخوف من الله والخوف من عقاب الله ليس كخوف من دكتاتوري لا يرحم، هذا خوف من رحيم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يخوفك لتلجأ إلى رحمته، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. على المؤمن أن يخشى الله وأن يخشى عقابه، لكن مع ذلك ينبغي عليه أن يغلب الرجاء، لأن رحمة الله أكبر بكثير من غضبه ومن عذابه. المطلوب من المؤمن أن يسعى، قد يصل وقد لا يصل، قد يقوم بالخير كما ينبغي وقد يخفق، لكن عليه أن يرقع وأن يجبر ما أفسد في الدنيا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وإن لم يستطع لا ينبغي عليه بحال أن ييأس من رحمة الله مهما كان حاله من التقصير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا حق الله، واعبدوا الله، يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا حق العباد وحق النفس وحق الأهل. ولا يتم لا يتم لك ذلك إلا بجهاد النفس، لذلك قالت الآية وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الجهاد لا ينبغي أن يؤدي إلى اليأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ومن فعل الخير أن تتوب إلى الله إن أفسدت، ومن فعل الخير أن تخشى الله وإن قصرت في العمل، ومن الخير أيضا أن ترجو رحمة الله مهما قدمت من عمل صالح، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. إياك أن تظن أن عمل الخير ينفع الله في شيء، من عمل صالحا فلنفسه. الذي فهم مغزى الإيمان باليوم الآخر أصلح ولا بد حياته الدنيوية،
لأن الله لا يطلب منك شيئا للنجاة في اليوم الآخر على حسابك في الدنيا، بالعكس ما طلب الله منك للفوز في الآخرة هو نجاح في الدنيا. إن الله لم يخيرك بين الدنيا والآخرة لأنه خلقك في الدنيا، وبالتالي عليك أن تستغل هذه الدنيا بفعل الخير. ولم يطلب منك العصمة، لأن الله عز وجل خلقك ضعيفة، خلق الإنسان ضعيفة، الله عز وجل أخذ بعين الاعتبار هذا الضعف. كل ابن آدم خطأ وقد يغفل الإنسان، واذكر ربك إذا نسيت، الغفلة موجودة. الدنيا قد تبعدك شيئا قليلا عن الله، لكن عليك أن ترجع إلى الله وأن تسير إلى الله إلى ذلك اليوم بالخوف والرجاء. والخوف ليس هو الرعب، ليس مرعوب تغريزي، لا، لابد أن يكون خوفك من الله كخوفك من أمك. يعني إذا ففروا إلى الله، الذي خشي السبع فر منه، الذي خشي الإنسان فر منه، لكن أمك إذا خشيتها يعني ذهبت إلى أحضانها. كذلك الله عز وجل إذا خشيته فالجأ إليه، تجده رحيما غفورا ودودا. لكن هذه الرحمة لا ينبغي أن تنسينك أن الله عادل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هناك مظالم لا بد أن تجبر في اليوم الآخر، محكمة هناك، أما محكمة الدنيا قد يكون فيها نقص وقد يكون فيها ظلم، حقوق تهدم في الدنيا، كيف تجبر هذه المظالم؟ فالله يرد الأمور إلى نصابها في اليوم الآخر، ثم يحكم بين عباده بعدله وكبير إحسانه وعظيم رحمته. لأن الله يوم القيامة لا يحكم فقط بعدله، وإلا هلكنا جميعا، إنما يحكم علينا بعدله وبكثير وجزيل إحسانه وبرحمته المطلقة. ولكن لا بد من الخشية، لا بد من أن تخاف الله مخافة هيبة وإجلال واستحياء من الله عز وجل. ولا يضرك بعد ذلك أصبت أم أخطأت، أطعت أم عصيت، ما دمت في هذه المنظومة من خوف تتأرجح بين الخوف من عذاب الله ورجاء في رحمة الله، ما دمت على هذه الحال فأنت في خير كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.